بص يا باجد، عشان ابقى صادق معاك، اللي انت عامله ده مش مصطفى شعبان خالص. ليه؟ يعني جسمك ولبسك محمد فؤاد. محمد فؤاد؟ اه اه عندك حق. صح، اصل انا كنت عامل حسابي ان انا كل شويه كده اقوم قايل حبيبي يا ربنا. حرام عليك يا اخي، ده مات. ميه يا جماعه، ميه 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 يا جماعه، ميه 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 عشان انت مش هترتاح لما حد يموت يا عم. فجأة ان شاء الله، فجأة ان شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده، وصل على النبي، ايه ده وصل على النبي. بص بقى، بص بقى، اقول لهم ان احنا مش متفقين، والحفله دي زي الفل، ما حدش متفق عليها. خلاص مسامحه. سامحني سامحني يعني سامحني. خلاص مسامحه. مسامحه يعني قول ان انت مسامحني بجد. خلاص مسامحه. طب والنبي قول ان انت مسامحني قوي. خلاص يا جماعه انا مسامح. يعني انت مسامحني؟ خلاص مسامحه يا عم. النيه صافيه، النيه صافيه، النيه صافيه، النيه صافيه يا جماعه. وحطهم. وهو مش متفق معانا، ونشان هو اللي كان مكلمنا. اهو زي الفل يا جماعه، مش واخدين فلوس خالص. تمام تمام، صلى الله عليه وسلم. انسى الفل، انسى الفل. قول بقى ان انت مسامحني كويس قوي. مسامحك يا عم. مسامحني من قلبك يا عم. مسامحك بقى، قول خلاص. صلى على النبي. انت حموت. معلش. سامع الزعيم. عايزين نشوف موضوع فراغ ده بقى، عشان احنا هنموت هنا. طب يلا نروح. فراغ، فراغ، انا بس كنت عايز اتعرف عليك. انتوا مين اصلا؟ وبعدين انتوا ازاي داخلين من غير ماسكات؟ لا من غير ماسكات ايه؟ حبيبي يا ربنا. ماشي ماشي، عرفتك. مصطفى شعبان، وانت بقى؟ انا كنت داخل بماسك احمد حلمي، بس اتقطع مني على الباب برضه. لا لا، بصوا، انا مش هتعرف على حد غير ما يكون لابس ماسك ظافر عابدين. اوكي. طب ودي اجيب لها ماسك ظافر عابدين منين؟ احنا نجيب ظافر العابدين نفسه اسهل. احنا كده ضعنا يا باكت. بالعكس يا سلطانيه، بالعكس يا سلطانيه. دكتور عمر. ايوه، جيت لكم في الوقت المناسب. عشان تشد انتباه اي بنت لازم تعمل ثلاث حاجات. اول حاجه تحط برفان من المحترم، بلاش التنكيم عشان بيعمل حساسيه. تاني حاجه تفتح القميص. انتوا متخيلين يا جماعه لو القميص اتفتح؟ لا يا صديقي. طب تالت حاجه، وخلي بالكم من دي، خلي بالكم من دي يا جماعه، تضرب محمد رجب. عارفين ليه؟ عشان محمد رجب بيطلع شرير في الافلام، ومنى زكي بتطلع طيبه. فعشان تكسب قلب منى زكي تضرب محمد رجب، تضرب محمد رجب. وربنا يكرمك. ربنا يبارك لك يا دكتور. علم علم جرين. شكرا يا دكتور. شكرا جدا. شكرا. جاب من الاخر. يبقى نضرب محمد رجب. طبعا. كلاشينكوف. اديله. طمن دستة اشرار. اديله. سالم ابو اخته. احنا ناقصين لخبطه. اديله. المش مهندس حسن. اديله. لا دي عايزه واحده كمان. المش مهندس دي عايزه واحده كمان. الخلبوص. اديله. ممكن اتعرف عليكي؟ لا. ممكن تتجوزني؟ طيب ممكن بكره؟ بكره المأذون يبقى عندك. لا دلوقتي. بكره. حبيبي يا ربنا.